بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف التاسع، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الأول من درس الإيمان بالقدر. أهداف الدرس: انتبه معي جيدا إلى أهداف الدرس. أولا، أن يستنتج الطالب مفهوم الإيمان بالقدر. ثانيا، أن يبين الطالب حكم الإيمان بالقدر. شباب، انتبهوا معي إلى أحداث هذه القصة الجميلة لنربطها بعنوان الدرس. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، فاستشار الناس في الأمر، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال آخرون: لا نرى أن تدخل وفيها هذا الوباء. فلما عدل عمر عن الذهاب إلى الشام، قال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه، وهنا الشاهد: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن عندي من هذا علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف. أصدقائي، من خلال هذه القصة أريد منكم أن تفكروا ما معنى الإيمان بالقدر. نعم، أحسنتم، الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته. دعونا نفصل هذا التعريف. ما المقصود بالاعتقاد الجازم؟ أحسنتم، الاعتقاد الجازم أي التصديق أو اليقين الأكيد. طب ما معنى أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته؟ أحسنتم، أي أن كل ما يحدث في هذا الكون أو أي مكان في هذا العالم إنما يحدث ويقع بعلم الله ووفقا لإرادته سبحانه وتعالى. الآن انتبه، أريد منكم أن ترتبوا هذه الكلمات لنخرج بمفهوم القدر. نعم، انظر إليها جيدا. أحسنتم، أحسنتم يا شباب. إذن مفهوم القدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في الكون إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته.
هنا الآن نبين حكم الإيمان بالقدر. جاء في حديث جبريل عند سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. من خلال هذا النص السابق عزيز الطالب، استنتج حكم الإيمان بالقدر. نعم، هيا يا شباب، استنتج حكم الإيمان بالقدر. أحسنتم، حكم الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان. إذن هو ركن من أركان الإيمان. والآن عزيز الطالب انتقل إلى الكتاب صفحة 125 وقم بحل السؤال الأول. السؤال يقول: عرف الإيمان بالقدر. نعم، حاول أن تجيب عليه. أحسنتم، بارك الله فيكم. الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته. في نهاية هذا الدرس عزيزي الطالب، أريد منك أن تجيب من حفظك. أولا، عرف الإيمان بالقدر. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في هذا الكون إنما يحدث بعلم الله تعالى وإرادته. ثانيا، ما هو حكم الإيمان بالقدر؟ نعم، فكر. أحسنت، بارك الله فيك. هو ركن من أركان الإيمان. وهكذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من درس الإيمان بالقدر، وأدعوكم لحل الواجبات والتقييمات اليومية والأسبوعية على الموقع الإلكتروني LMS. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.